الاحوال خلينا في فرقتنا ونروح لزميلنا كريم احمد من داخل معسكر الفريق، نطمن على يوم اللقاء مشي ازاي واستعدادات الاهلي واللمسات الاخيره من مستر ريكاردو سواريش ما بين الناس اللي خرجت من سكواد والناس اللي دخلت على السكواد، نعرف اكتر تفاصيل من الزميل كريم احمد. مساء الخير كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. واحده من 5 ماتشات متبقيه للنادي الاهلي، بيقولوا كتير ومستنيين فيهم كتير يا كريم، مستنيين نطمن على الفريق في ظل الغيابات طبعا وفي ظل الاضافات اللي دخلت على الفريق، اللاعبين اللي كانوا بيبحثوا عن فرصه، اللاعبين اللي تم تصعيدهم كلهم الحقيقه قدامهم فرصه كبيره جدا، يقولوا للجهاز الفني وللاداره ولجماهير النادي الاهلي احنا اهو، والجهاز الفني اعتقد كمان محتاج المساحه دي والفرصه دي عشان يقدر يشتغل براحته ويحضر بشكل كبير جدا بدون ضغوط بدون توتر قبل ما نبدا موسم جديد صعب وفي منتهى الاهميه. تكلمني عن معسكر الفريق والحاله العامه قبل ما ندخل في التفاصيل. يعني زميلي احمد في البدايه طبعا يعني بحييك على تناولك ورؤيتك طبعا للموقف الخاص لايسترن كامباني والحاله طبعا اللي فيها شباب النادي الاهلي، وهي فرصه كبيره الحقيقه يعني بعيدا عن الترتيب والنتيجه والظروف، هي فرصه كبيره لشباب النادي الاهلي لاثبات النفس، فرصه كبيره جدا للحفاظ على قيمه وشخصيه النادي الاهلي في المباريات المتبقيه من بطوله الدوري العام. لكن في ظل هذه الظروف الحقيقه نفس مسلسل الضغط الكبير ونفس الصعوبات والضغوطات الكبيره جدا على لاعبي النادي الاهلي وتحديدا على شباب النادي الاهلي، احنا بنطالبهم بالتاكيد بالاستمراريه، لكن لابد طبعا ان الكل يكون عايش الجو العام طبعا اللي بيعيشه لعيبه النادي الاهلي والغيابات الكبيره جدا، وان خلاص فاضل متبقي اكتر من اقل من 3 ماتشات، وكل الفرق وكل الامور اللي بتقابل النادي الاهلي، اي فرقه بتقابل النادي الاهلي هي مباراه بطوله وهي مباراه حلم، بيحاول كل فريق يقابل النادي الاهلي بعيدا طبعا عن غلق المساحات والتكتلات الدفاعيه وكل الامور دي، لا هي مباراه بطوله بتشوف طبعا زميلي احمد زي ما انت اتكلمت مباريات يعني صعبه جدا، الفرق بتشق الانفس بتصعد بيها، لكن مباراه الاهلي بتشوف قتال وحماس والتحامات وامور عديده جدا، هي وامر طبعا يعني محتاج تفسير بشكل كبير، لكن اللي بنأمله النهارده يعني لعيبه النادي الاهلي كالعاده وشباب النادي الاهلي تستمر في تركيزها تستمر في تحقيق ال3 نقاط، الاداء طبعا منتظرينه مع مستر ريكاردو سواريش في الموسم القادم، يعني اي حد بيتكلم على الاداء واي حد بيتكلم على كل الامور دي لا فيها صعوبه بالغه بشكل كبير جدا، الموضوع في تحدي كبير، لعيبه النادي الاهلي بتبذل كل ما في وسعها من جهد ومن قوه ومن سرعه، يمكن عايز اكلمك على اكثر من لاعب النهارده، مش عايزين ننسى علي لطفي ويمكن الكلين شيت الكبير اللي محققه حتى هذه اللحظه والسبع مباريات بنأمله كمان يستمر في هذا الامر، عايزين نتكلم على اشرف، عايزين نتكلم على نصير اللي النهارده ان شاء الله باذن الله ياخد فرصه، عدد كبير من اللعيبه متواجد معانا، لكن زميلي احمد انت عارف الظروف صعبه، مباراه ايستر النهارده يعني كابتن علاء عبد العال بيتميز بالتكتل الدفاعي بيتميز بغلق المساحات كمان وهو محتاج اي نقطه في اي مباراه، فيمكن الامر بيكون صعب زي ما قلنا يتطلب مجهود كبير جدا من الجهاز الفني، رؤيه الثغرات هنحلها ازاي، التكتلات دي هنقدر ازاي نحلها، دكه البدلاء كمان وده امر صعب جدا، اكيد الجهاز الفني بيحاول ان هو عنده عنصر واثنين وثلاثه على دكه البدلاء يغيروا له شكل المباراه، بس خد بالك كريم في الحته دي تحديدا خليني اقول لك انه يمكن يكون في ماتش النهارده مع ايستن كامباني الضغط والتوتر عند المنافس اكتر مننا بكتير، يعني انت بتلعب باريحيه مفيش ضغوط عليك بشكل كبير وانت في بتكلم على اللعيبه في الملعب زي اللي موجود عندهم، هم خسارتهم النهارده تقربهم بشكل كبير جدا من وداع الدوري، فبالتالي هم مجبرين وما قدامهمش حل غير ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه قدام الاهلي، ما عندهمش حل تاني، لكن انت الى حد ما مرتاح الى حد ما عندكش ضغوط كبيره جدا، مطالب بالفوز بس في النهايه مش نوع من انواع الضغط العصبي او النفسي عليك، بالتالي العب كورتك، دي الرساله اللي اعتقد يمكن ريكاردو سواريش وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان بيقولوها لعيبه الاهلي النهارده. بالتاكيد طبعا زميلي احمد الضغط الكبير على المنافس، لكن احنا بنتكلم طبعا في الظروف والشكل العام بالنسبه لل 90 دقيقه اللي هتتطلب مجهود كبير من لعيبه النادي الاهلي، الضغوطات اكيد على شباب النادي الاهلي بسيطه، لكن زي ما بقول لك هم محتاجين ان هم يفرحوا الجمهور، محتاجين ان هم على طول يكونوا في التوب فورم، محتاجين الاستمراريه، عشان كده ان شاء الله باذن الله بنعمل من لعيبتنا باذن الله النهارده، القائمه اللي اختارها مستر ريكاردو سواريش اضافه كمان احمد عبد القادر النهارده اللي بنتمنى باذن الله ياخد جزء من المباراه ومنها المباريات القادمه حتى يستعيد مستواه بشكل جديد ويبدا موسم جديد مع فريق النادي الاهلي. على الجانب الاخر ايضا كمان زميلي احمد وهو تواجد رافت خليل، رافت خليل يمكن واحد من العناصر المميزه جدا اللي شفناه الحقيقه في كاس العرب الاخيره، يمكن حصل على احسن لاعب في مباراتين الجزائر وعمان، منتظرين النهارده نشوف ياخد جزء من اللعيبه، هي فرصه كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي لكل الشباب، لكن في نفس الوقت لابد ان انت تحافظ على قميص وتيشيرت النادي الاهلي، لابد تكون شخصيه والروح الكبيره جدا المعتاده على لعيبه النادي الاهلي في كل المباريات، النتيجه والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا منتظرين من شباب النادي الاهلي الاستمرار على هذا
هذا الاداء زي ما بنقول مباراه الكاس بنحاول ان احنا نحقق نخطف ونجري زي ما بنقول بلغه الكوره. ايضا كمان مباراه بطوله الدوري العام حقق المكسب خلاص هي اقل من ثلاث مباريات وانتهى بطوله الدوري العام. فان شاء الله باذن الله خليني الظروف المحيطه فريق النادي الاهلي. خليني اختم معاك يا كريم. كنت بقول انه احنا النهارده 17/8 ومن 17/8 ل 29/8 الاهلي عنده خمس مواجهات خمس مباريات، وده معناه انه الجاب او الـ 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 الوقت اللي بين كل مباراه والثانيه يعتبر تقريبا اقل من 72 ساعه. هل ده بيستدعي من مستر ريكاردو سواريش او انت وانت بتتابع حتى في التدريب وفي المعسكر بتاع النادي الاهلي طريقه مختلفه للتعامل مع الاحمال والتدريبات والتاكتكس عشان يقدر يتعامل مع الضغط الشديد في ال 12 يوم اللي جايين دول؟ يعني زميلي احمد والله هو الظرف صعب جدا، يعني على ارض الواقع ما فيش اي شيء تقدر تقول ان الراجل بيحاول ان هو يعمل مجهود كبير جدا في تصليح الاخطاء بعض الجمل التكتيكيه. اليوم الوحيد اللي بيكون هو تدريب الرئيس لفريق النادي الاهلي، يوم الريكفري اللي بيبقى عقب انتهاء المباراه كل اللعيبه بتاخد جزء بسيط جدا، حتى اللعيبه اللي ما بتشاركش في المباراه بتاخد جزء بسيط لان انت محتاجهم في المباراه القادمه. فالامر صعب جدا الحقيقه. الراجل بيحاول في ظل الامكانيات وفي ظل الظروف وفي ظل ضيق الوقت بيحاول يحفظ بعض الجمل تمركزاتنا بعض الامور الخاصه بالتمركزات في ال 18 لو الكره عليك او ليك كل الامور دي بنشوفها، لكن الضغط كبير. الراجل محتاج وقت، محتاج ان هو يحفظ كمان المجموعه. انت بتشتغل مع المجموعه الشباب، انت عايز تشتغل مع المجموعه الكبيره اللي هتكمل معاك طبعا. فامر صعب بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا. هي خلاص مرحله، الموسم ينتهي باذن الله خلال المباراه القادمه، نبدا موسم جديد بمعنويات جديده بدوافع كبيره بمعسكر مغلق يتم فيه كل الامور. وان شاء الله باذن الله رهاننا كبير جدا على كل اللاعبين اللي خدت راحه الفتره اللي فاتت، محتاجين منهم بقى من جديد يستعيدوا سلسله الانتصارات من جديد، وهو هدف وحيد زميلي احمد انت عارف هي اسعاد كل جمهور النادي. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد من داخل مقر اقامه الفريق قبل ساعات من بدايه مباراه الاهلي وايسترن كومباني.